مشاهدينا الكرام، متتبعي منبر 24، اليوم كنتواجدوا بقبيلة علال بالجماعة الترابية أي تعميرة. المناسبة الافتتاح الرسمي لملعب المجار بقبيلة علال. التفاصيل في الروبورتاج التالي. السلام عليكم الاخوان، كما كتشوفوا اليوم تم افتتاح ملعب اخري بعلال اللي كينتمي لقبيله علال، اللي هو كيتكون من 5 دواوير اللي هي علال تعمال تلحج جنبار تعدي تنعدي. وكيف ما كتشوفوا حنا كجمعيه ديال الاتحاد الرياضي اخري بعلال، حنا درنا هذا الانشطه لهاد الوليدات ديال القبيله، وغيستافدوا من الانشطه اللي غيتدار في هاد الملعب ان شاء الله. كبدايه كنشكروا الناس اللي ساهموا معنا في هذا الانجاز هذا ديال هذا الملعب، ماديا ومعنويا. الحمد لله بفضلهم هما اللي ساندونا، حتى حنا قمنا بواحد المجهود اننا نجزئوا هذا الملعب بهاد المواصفات هذه، ولله الحمد. المرحلة اللي غتبع هذه نشوفوا عاود ثاني الناس انهم يتعاونوا عاود ثاني كيف ما تعاونوا معنا في الاول. كيفاش نزلنا هذا الملعب بغينا عاود ثاني انهم يتعاونوا معنا عاود ثاني باش اننا نديروا ديفيسير على حساب حيت العام الجاي ان شاء الله غيكون ديكلاراسيون ديال العصبة ان شاء الله الرحمن الرحيم. ومن هنا كنشكر جميع المساهمين في هذه التظاهره هذه اللي ساهموا معنا ماديا ومعنويا. كنشكركم على هذه الاستضافه وهذا النشاط هذا اللي كتشوفوا اليوم داخل في اطار ديال تعميم كره القدم في المناطق النائيه ديال المغرب، لانه كاينين شي مناطق ما كيستافدوش، كاين المناطق الحضاريه. هنا جينا لهذه المنطقه لانه هذه الجماعه جماعه تعميره بتنسيق مع عصبه سوس باش تنظم هذا المهرجان لفائده الفتيات وفائده الاطفال باش اللي كيمارسوا الرياضه وخصوصا كره القدم. وهذه السياسه هذه اللي كتمشي عليها لا عصبه سوس لا الناس ديال المداشر اللي كنجيو لهم، هي سياسه الجامعه الملكيه لكره القدم اللي بغات تعمم كره القدم للناس اللي ديفوفوريزي اللي ما عندهمش ذوك الامكانيات بزاف. وحنا جينا باش نعاونوا هاد الناس، لان عيطوا علينا باش نعاونوهم باش نوريهم كيفاش تنظيم لورغانيزاسيون ديال هاد الفئات الصغرى اللي هي المستقبل ديال كره القدم، لانه ديجا اللي كبار ما عندناش فيهم مشكل، ولكن هاد الفئات الصغرى بغيناهم باش يولجوا هاد العالم ديال كره القدم، منهم الفتيات كما كتشوفوا ومنها حتى الاطفال. وتنشكروا الناس اللي نظموا هاد المهرجان هذا، هذا مهرجان ماشي الاول. العام فايت ديجا خرجنا 11641 بنت في هاد بحال هاد المناطق هادو من طاطا من سميتو. اليوم راه جينا لهاد المنطقه هادي اللي غيفتحوا هاد الميدان ديالهم، نتمنى انه يكون واحد النهار معشوشب باش هاد الوليدات يستافدوا مزيان ويكون تكون عندنا مواهب اللي كنقلبوا عليهم. وشحنا بالنسبه شنو هو الهدف ديالنا كله، هو بعد تعميم كره القدم على جميع الشرائح المجتمعيه، ابري مني غادي نلقاو المواهب اللي هادو كلهم كنوريهم تقنيات ديال لاكورديناسيون ديال لافيتاس دو رياكسيون، كنوريهم كيفاش يديروا التناسق العقلي الحركي، وتنوريهم السرعه، وتنوريهم كيفاش رد السرعه رد الفعل. دونك كنعلمهم من خلال الورشات ديال كره القدم، كنوريهم شي حوايج اللي يقدروا يستعملوهم حتى في قرايتهم. ولكن ملي كيلقاو المواهب اللي هما مزيانين ولا البنيات ولا الدراري، كنسقوا مع الاداره التقنيه الوطنيه باش يمشيو للسبوريتود دراسه ورياضه. هذا هو الهدف، ملي كيلقاو واحد جوج نقلات ولا ثلاثه اللي هما مزيانين كيمشيو للمعموره، تما كيكونوا تما واكلين شاربين ناعسين وتيديروا دراسه ورياضه. نوفاد الخيرات يس فرحه تيران الرياضه الدراري تبارك الله. الشباب اللي تبان 200 طفل، يعني المستقبل ظاهر حقيقي. فلهذا كنتمناو من المسؤولين يدعموا المنطقه حيت غنيه بالشباب وغنيه بالطموحات
ان شاء الله هذا المكان. الاسم ديالي مروان السي، مروان السيسي، كنقرا في المستوى الاولى اعدادي، الهوا ديالي هي كره القدم. جينا هنايا باش نشطوا شويه ونديروا شويه الرياضه ونلعبوا ميتشان مع المدرب ديالنا. الطموح ديالي هو نكون لاعب في شي نادي ديال الوداد الرياضي ان شاء الله ونكون محترف. وكنوجه الشكر للمدرب ديالي والمشرفين والجميع. كنشكروا جميع الجمعيه الرياضيه اللي قامت بهذا المناسبه ديال هذا الافتتاح مع العصبه اللي فرحتنا بهذا الافتتاح اللي دارت في هذا النهار بهذا الاطفال وهاد الناس اللي كاينين هنا. وكنتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله والنجاح، وكنتمنوا لجميع الناس اللي ساهموا سواء من الجماعه ولا من المحسنين ولا الناس اللي تعاونوا مع الجمعيه الرياضيه ديال ملعب الموكار حتى قاموا بهذا الواجب هذا. كنتمنوا لهم ان شاء الله يزيدوا في الاحسانات ديالهم، يزيدوا مازال في الاجتهادات ديالهم، لان الشيء اللي شفناه هذا النهار هنايا وهذا الافتتاح اللي قاموا به هاد الناس هنايا راه كيفرح مزيان. وهاد الوليدات كاملين اللي شفناهم اليوم هنايا لاعبين الكره وغادي ينوضوا يوليو فرق وغادي يبعدوا بزاف على بعض المسائل اللي هما كيتجهوا لجهه المخدرات ولجهه السرقه وجهه شي حوايج اخرين اللي هما لا يرثى لهم. كنتمنوا لهم ان شاء الله التوفيق والنجاح. السلام عليكم، احنا جينا شباب التعميره باش ندعموا اخواننا علان باش ينضموا يديروا هذا الافتتاح ديال على حسب الافتتاح ديال التيران ديالهم، وحنا كنتعاونوا معاهم والجمعيه ديالنا حنا منضمنين مع الاخوان ديالنا علان. الفرصه ديال المواهب باش نطلعوا الشباب باش ندعموا الفرق ديالنا الشباب القدام ان شاء الله. الفرق ديالنا راه ديال الشباب التعميره الفتيان ديال الشباب التعميره غادي مزيان. حنا كنشاركوا في البرامج في البطولات، كاين في التملور، كاين سيدي بيبي، كنشاركوا. حنا غادي نجي الحمد لله الفريق ديالنا راه غادي هو هذاك. لعبنا اليوم في التملور بالدراري ديال 12 عام 11 عام، جينا جبنا نتائج ايجابيه الحمد لله. كندعموا الشباب باش ما يخرجوش الطريق يمشيو يتشردوا وداك الشيء. ودرنا اليوم هذه الجمعيه هذه، كنشكروا الرئيس ديال الجامعه ديال الشباب التعميره علي البريشي على الدعم ديالو معنا، وكنشكروا حتى القائد ديال البلاد والباشا اللي هما اللي دعمونا باش نديروا حنا هذه الجمعيه هذه باش ندعموا هاد الشباب باش ما يتشردوش في الشوارع. شكرا. لا تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.